كل يا عمر كلي صحة وعافية، كلي يا عمر كلي، طلعوا شو خفيفين عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يعطيكم العافية إن شاء الله تضلوا بخير وسلامة، وتحية غزوية 100% من قطاع غزة، معاكم فضل نبهان وأهلا وسهلا فيكم في عالم الطيور والزواحف والحيوانات. وطبعا قبل ما نبدأ أي فيديو يا ريت نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا أبطال يا شجعان، اتصل علي أحد الأصدقاء في المسيرات وقال لي فضل في عندي قطط صغار مولودات وعينيهم عليهم التهابات وأمرهم صعب جدا، في كمان قطة معها تلت صغار صاحبهم بده يرميهم، قال له إذا بتاخدهاش بدي أموتها أو أتصرف فيها. فيا جماعة الخير الأمر صار محزن جدا، خاصة إحنا الحين في أيام فضيلة في شهر رمضان، خلي في قلوبنا رحمة، يعني قطط الشوارع هذه ما إلها ذنب إنه إحنا نأذيها، بالعكس لو أنت خدتها عندك على البيت وربيتها أنت راح تكسب فيها أجر كتير كبير. فأنا هذه الرسالة دائما بحب أوصلها لكم، بتمنى منكم تدير بالكم على قطط وكلاب الشوارع لأنها أرواح، والله ممكن أنت تأذيها ويكون سبب في فشلك طول الحياة إنك أذيت هذه القط أو هذه الكلاب. هلق يا جماعة الخير احنا جهزنا لهم مكان فوق، فأنا الحين راح أتوجه على المكان ونشوف ايش وضع القطط الموجودة عنده. هو قال صغار تقريبا عمرهم اسبوعين والأم وعمر ولادها تقريبا 3 أسابيع، فإن شاء الله نقدر نخلي الأم ترضى في القطط الصغار التانية. خليكم معنا لآخر الفيديو وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب حبايب قلبي، تنشروا القناة لنكبر أكثر أكثر فيكم. خلينا نروح نشوف القطط وبسم الله. طبعا يا اخوانا وصلنا المكان وصديقي قال لي هيات مكانهم في الشقة حبسهم، هاي مزبط لهم الامور. يا حرام طلع كم من واحدة، انا ما يبدو قال لي اللي عينيهم مسكرات هدول هم اللي كانوا مرميين بالشارع، والكبار هدول ما شاء الله ولاد امهم ولاد هذه الام. يا حرام طلع ما اغلاه هذا، طلع عمري ما احلاه، طلع كيف عينيه كلهم ملتهبات، سبحان الله يا اخوان خلق فابدع، طلع ما احلاهم هذا الكتاكيت، طلع كيف هذا ظهر معاه رشح ووضعه صعب جدا. وهي كمان فيهم براغيث راح نرشهم من البراغيث، لا حول ولا قوة الا بالله، قديش ضعاف انت كلهم بدك ترضعيهم، منيح اللي قبلانين عليهم. طلعوا كيف يا اخوان، طلعوا كيف عينهم، ما هدول سبحان الله طلعوا ما أجملهم عشانهم في البيت كاينين، أما هدول لاقينهم بالشارع. فاحنا خلينا ندبر لنا كيس أو إشي عشان أنا ما فيش عندي بوكس ونخدهم مع بعض، شايفين ما ألطفها، يا الله ما أجملها، نخدهم مع بعض وننقلهم عندي على البيت لأن راح نعتني فيهم إن شاء الله. صديقي مش قادر يعتني فيهم، وهيات حتى جايب لهم لبن، جايب للأم ماي لبن، وهي حطت لهم مية كمان، ربنا يجزيه الخير. ومنيح اللي رن علينا، اذا هو مش قادر يعتني فيها احنا راح نعتني فيها. شايفين كم من واحد يا اخوانا، هي 1 2 3 كبار، 1 2 3 صغار، وهيات الام تبعت هدول، فاحنا ان شاء الله راح ناخذهم وربنا يجزينا الخير في تبنيهم. واي حد يا اخوان حابب يتبنى يكلمني فيس انستغرام فضل نبهان، وخلينا نروح نوديهم على الملجأ الصغير تبعنا. اسف كتير على المنظر، ولكن هيات حطنا هي وولادها في الكرتونة وأمننا عليها عشان ما تقدر تهرب منا بالشارع، لانه انا صراحة فيش عندي بوكس والامكانيات صعبة، البوكس هذا اللي بضعه فيه القطط. فهنا ان شاء الله المسافة قريبة راح اخدها وانقلها عندي ان شاء الله، واجهز لها البيت الخاص فيها وتمام التمام، وخليها ترضع اولادها وربنا يجزي الخير صاحبها اللي رن علينا وما خلها الارواح تموت. يا جماعه زي ما قلت لكم، والله
غير نسأل عن هذه الأرواح إيش عملنا فيها وإن ما طعمناها ولا شربناها. بديش أكتر عليكم حكي وخلينا نروح نوديهم على البيت الملجأ الصغير تبعنا. طبعا يا إخواننا هياتنا وصلنا البيت مع القطط وهنا راح ننقلهم على السطوح. حرام بتماع وعشانها مستغربة سامعين كيف؟ بعد ربع ساعة واحنا شايلينها هاي وصلنا المكان يا اخوان. طبعا هيات المكان طبعا هيات الوسخ اللي راح توسخ فيه المكان الرمل. هنا راح ننقلها ونحطها في القفص ونشوف ان شاء الله ما تشرد ولا يصير لها اشي. الكرتونة كبيرة على القفص طلع الله هيك تمام. نفكها نطلع الكيس وما قدرنا نطلعهم من الكيس وهم جوا. ان شاء الله الحين اجيب لهم العلاج تبعهم الخاص فيهم. يا حرام قديش صغار هدول وايش اشربهم اياهم. طبعا يا جماعة الخير هيك تم الانقاذ الحمد لله وربنا يجزينا ويجزي صاحبنا الخير. واللي حابب زي ما قلت لكم يتبنى الثلاث قطط هدول يقول لي على الفيس او الانستغرام فاضل نبهان بتلاقوا الانستغرام. هاي قطتنا الحلوة الجميلة وهي طبعا جبنا لها العلف الخاص في القطط زي ما انتم شايفينه. نعبي لها صحن كامل ان شاء الله تاكله وعلى ما يبدو انها مش متعودة على العلف فاحنا راح نشوف كيف راح تاكل ولا لا. يا حرام شو خايفين الصغار. خذ يا عمر كلي صحة وعافية. كلي يا عمر كلي. طلع شو خايفين عشان مستغربين المكان جديد ويقول لك وين احنا. كلي هيو هي كلي علف يلا كلي يا عمري كلي يا روحي. طيب ماشي راح نجيب لك اطراف دجاج وتاكليهم ان شاء الله. لا لما يكبروا ان شاء الله راح نطلعهم تبني ونعالجهم. بالاول خلينا نعبرهم عند امهم. ابعد 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 شوي شاطر انت. هيك الحمد لله تمت العمليه بنجاح ويا رب هيك يجزينا الخير زي ما قلنا لكم. الحين نكمل معاهم العلاجات. طبعا مينفعش نصور واحنا بنعالج لانه سياسة اليوتيوب ممكن انها تأذي القناة. وكل الحب والاحترام لكم يا جماعة الخير وانا بدي اوصل لكم الفكرة اخر مرة. يعني بتمنى انكم تحافظوا على المخلوقات هذه لانها بصراحة مخلوقات لطيفة جدا. ويعني خلوا عندكم رحمة وانسانية في هذا الموضوع وان شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير. وزي ما قلنا لكم تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتحياتنا للجميع وكل الحب والاحترام لكم والسلام عليكم.